متتبعي قناة أنفاس بريس، مرحبا بكم. اليوم كنحطوا الرحال بمدينة حد سوالم ضواحي مدينة الدار البيضاء باش نسلطوا الضوء على فريق ولد من رحم المعاناة، فريق أثار الكثير من الجدل أولا بصعوده للدرجة الأولى وثانيا بإحراجه للفرق كبيرة. وهنا كنهضروا على مدارس كروية عريقة. أجي ونتعرفوا على الفريق أكثر ونشوفوا واش ساهم في إشعاع المدينة واش السبب للانتصارات ديالو راجع للتسيير الجيد ولا إدارة جيدة للمدرب ولا الكفاءة اللاعبين. حنا دابا راه 11 سنه، هذا هو الموسم 12، وحنا كنصعدوا راسنا عندنا من اقسام الهوات، يعني من الاقسام اللي كان فيهم التراب حتى القسم اول هوات، ثم القسم لعبنا على الصعود، ثم طلعنا القسم الوطني اللي تسمى الناسيونال، ثم صعدنا القسم الوطني الثاني. حنا ملي كنديروا شي محاوله، حيت هذا مشروع طويل المدى ماشي قصير المدى، ملي كنديروا شي محاوله للصعود ما كنطلعوش ما كنسموهاش فشل، كنديروا هذه محاوله وكنحاولوا مره اخرى، لان الامكانيات ديالنا ماشي حكي يجي مشكره مثلا اللي كيفرض عليك انك كيجيب لك لاعبين وكيجيب لك فلوس وكيفرض عليك تصعد. حنا لا، عندنا ميزانيه متوسطه جد متوسطه، يعني لا في الهوات لا في الدوزيام ديزيون، ولكن بالاستقرار بالعمل بالجديه تنحاولوا نصعدوا وتنصعدوا. حنا القسم الوطني الثاني السنه الاولى حتى الصف التاسع، الصف السنه الثانيه لعبنا على الصعود، ولكن ما يمكنش يمكن لنا الصعود لان كانوا معنا فريقين الشباب المحمدي والمغرب فاسي اللي عندهم يمكن صعدوا بواحد المبالغ خياليه، يعني 3.5 مليار ولا 4، حنا بواحد 650 مليون ما يمكنش ننافسهم. صحت لنا الصف الرابع. السنه الثالثه صعدنا لان كانت غير خريبكه اللي كانت عندها ميزانيه كبيره، ما تبقى فكانوا نفس الميزانيه، لذلك كان عندنا المشروع ديالنا ان نصعدوا. الحمد لله صعدنا الموسم الثالث، وكنا متوقعين الصعود، حتى الناس اللي كانوا متوقعين الصعود وكانوا كيقولوا لنا انكم انتم فريق افضل من الشباب المحمديه ومغرب فاسي فاش كنا لاعبين حنا وياهم على الصعود كرويا، هما ماديا لوجيستيكيا كان افضل منا، ولكن كنا حنا افضل منهم كرويا ما صعدناش. العام الثالث صعدنا. شنو هما الاهداف والطموحات ديالكم وراء هذا الصعود؟ والاهداف هو الظهور بوجه مشرف، تثبيت الاقدام في قسم الوطني الاول، لان ما تنسيش ان هذا الفريق راه اول مره غادي يلعب في التاريخ ديالو في قسم الوطني الثاني، ثم صعد واول مره غيلعب في التاريخ ديالو في قسم الوطني الاول، هذا شرف المنطقه ملي كتلعب مع فرق كبرى وفي قسم الوطني ديال اللي فيه الاضواء ودائما الناس مسلطه عليك الاضواء، هذا شرف المنطقه وشرف لينا كفريق صغير في منطقه صغيره كيلعب مع فرق كبيره. حنا كما قلت لك كنعوضوا دوك الامكانيات الكبيره الماديه كنعوضوها بالعمل، حنا لاعبين كيعملوا وحنا تنعملوا ودايرين عائله جروب بحال العائله. حنا اللي ما كانش غادي يصلح لينا ما تيبقاش معايا، اللي غيخسر لي الجروب ما تنخليهش معايا، شحال من واحد جا وما عجبنيش لانه الاخلاق ديالو فسدت غتفسد لي الجروب وانا ما خليتوش، كنخلي لاعبين اللي نقدر نسيطر عليهم اللي كيلعبوا بحال عائله وكنعيشوا بحال عائله، هذا هو السر. السر في العائله، في المجهودات، في الاخوه، في الاستقرار، في يعني الاستقرار اللي كاين، داك الكويرونس اللي كاين بيني وبين اللعابه وبالرئيس، يعني كيكون واحد التفاهم كبير، هذا هو اللي خلانا درنا الثنائيه انا والرئيس هذا الموسم 12، اللي هنا هو يمكن كتبقى ريفيرونس في افريقيا ويمكن حتى في العالم، لان باش تبقى واحد المده ديال 11 سنه وانت تبقى في فريق ما كايناش، يمكن ما كايناش شي فريق يمكن حدث هذه اول مره في التاريخ حتى في افريقيا، حتى الاحصائيات اللي شافوا وشي بعض الصحفيين يمكن كاينه في اوروبا، اللي كاينه فقط اللي بقات ماشي وقليله جدا ونادره في العالم، باش المدرب يبقى من اقسام الصغرى هو تيصعد حتى كيوصل للقسم الوطني الاول احترافي وفي نفس المدرب. الحمد لله حنا سعداء، حققنا الصعود وحنا كنتمناو نقدموا موسم جيد. النتائج مشات معنا في البداية، واخا تعثرنا في مناسبتين ضد فريق رجاء بيضاوي وفريق اتحاد طنجة، ولكن ان شاء الله هذا الموسم غنقولوا الكلمة ديالنا وغادي نلعبوا على ادوار طلائعية ونحاولوا نحتلوا المراكز الثمانية الاولين، ولما لا نتأهلوا لشي بطولة افريقية ان شاء الله.
وكنطالبوا الجهات المسؤوله انهم يوفروا لنا ملعب راه حتى 4 سنين والفريق كيستقبل ديما في برشيد خارج الملعب وكنتمنى نشوفوا الجماهير ديالنا لما لا حتى نرجعوا الجماهير وان شاء الله نقدموا واحد الطبق كروي جميل هذا الموسم هذا ونسعدوا الجماهير ديالنا. بالنسبه للحصيله ديال 5 مباريات الاولى اللي في تاريخ الفريق في قسم الوطني الاول فهي مرضيه نوعا ما لانك احتل الصف الرابع درنا 3 انتصارات وهزيمتين. هزيمه كانت امام فريق رجاء البيضاء وهذا شيء عادي لان فريق قوي ولا شتي الظروف اللي مرت في المباراه لان كان هناك طرد في الدقيقه 20 وكان هدف تسجل عندنا مبكر هو اللي خربق لنا يعني بعثر لنا الاوراق ديالنا. ثم كانت انتصارات في المستوى انتصرنا على الجيش انتصرنا على المغرب الفاسي اولمبيك خريبكا. المباراه الاخيره اللي رغم اننا انهزمنا فيها امام اتحاد طنجه ولكن كنا الافضل كنا بشهادة الجميع قدمنا مباراة كبيرة استحوذنا خلقنا فرص غابت عنا النجاعة والفعالية امام المرمى ما كناش يعني ما كناش محظوظين كان الخصم هو الحظ هو اللي كان محظوظ وهذه كرة قدم بعض الاحيان كرة قدم كتعطيك بالظهر ديالها ولكن حنا راضين على الاداء ان شاء الله نزيدوا نصحوا الاخطاء ديالنا ومازال نزيدوا نقدروا نحققوا نتائج ايجابية في المستقبل ان شاء الله. صراحة الحمد لله كانت فرحة كبيرة بالإنجاز اللي حقق الفريق أنه صعد من القسم الوطني الثاني للقسم الوطني الأول. صراحة دغيا تأقلمنا ودخلنا في الأجواء قدمنا على مستويات جيدة الحمد لله. صراحة دابا حنا الطموح ديالنا أننا نكونوا من الصفوف الأمامية أن الهدف الأول البقاء إن شاء الله في القسم الوطني الأول وعلاش لا نحتلوا 5 أيام 6 أيام إن شاء الله علاش لا وكنتمنى نفرحوا الجماهير ديالنا ان شاء الله وكنوعدهم انه يكون الخير ان شاء الله.